أنا اليوم ذاهبة لأنافس وأتحدى في سبيل حلمي الباهي، تحدي القراءة العربي. لكن الحياة لا ترحم. في طريقي إلى التصفيات النهائية حكم القدر بموتي. ربما ماتت جثتي ومات جسدي، ولكن روحي رفرفت في سما الوطن العربي مخلدة اسمي فاطمة غلام. أنت يا فاطمة بالفعل ملهمة، انهمرت عليك المشاكل أمطارا، ولكنك لم تلقي لها بالا، بل قاتلت من أجل حقوقك الفكرية في زمن السجون المعرفية. قصة فاطمة ليست جرعة من الحزن، بل هي برطمان من الأمل. لا أعرف هديل، يعني أوقاتنا في ارتباك حتى نحن كلجنة. يعني أحيانا الكلام البسيط يصل إلى القلوب ويكون أكثر بلاغة من الكلام الكبير والمنمق. المحاولة أعتبرها بصراحة متواضعة، لأنها لم تلمسني من الداخل. هذا أضعف تحدي دخلتي فيه هديل، يعني وصفتي الجمرة لكنك لم تلمسي الجمرة.